السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم طلاب أكاديمية مدارس وروضة رؤى الفاروق. أنا معلمتكم حنان شموت، معلمة مادة الكيمياء الصف التاسع. رح ناخد في هذا الدرس يا تاسع عن تفاعل الفلزات. في الحصص الماضية تكلمنا عن تفاعل الفلزات مع الأكسجين، وحكينا إنه سينتج من تفاعل الفلز مع الأكسجين، أحسنت يا لجين، أكسيد الفلز. فلز مع الأكسجين هيعطينا أكسيد الفلز زي ما هو موضح بالمعادلة. طيب، وهناك أيضا بعض الفلزات قد تتفاعل أيضا مع، رائع يا معاذ، مع الماء. ولما يتفاعل الفلز مع الماء، شو اسم العنصر، شو اسم المركب راح يظهر عنا؟ أحسنت يا معاذ، اسمه هيدروكسيد الفلز. واخذنا مجموعة من العناصر وفاعلناها، مجموعة من الفلزات وفاعلناها مع كل من الأكسجين والماء، وعرفنا كمان يا عاشر كيف نكتب معادلة كيميائية موزونة ومعادلة كيميائية لفظية وباستخدام الرموز. طيب، ناخذ هلأ يا عاشر العناصر الأكثر قوة وأكثر شدة في تفاعلها مع الماء وبخار الماء. عندنا البوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم، جميعها عناصر تتفاعل بقوة مع الماء البارد والماء الساخن. عاشر، تاسع، أي عنصر بتفاعل مع الماء البارد اعرف مباشرة أنه سيتفاعل مع الماء الساخن، أي أنه أكثر نشاطاً. يعني لو كان عندنا عنصر الصوديوم بتفاعل مع الماء البارد، فهل سيتفاعل مع الماء الساخن؟ الإجابة نعم. لو كان عنصر الكالسيوم مثلاً يتفاعل فقط مع الماء الساخن، فهل هو سيتفاعل مع الماء البارد؟ الإجابة لا. إذن كلمة يتفاعل مع الماء البارد أي أنه أيضاً سيتفاعل مع الماء الساخن. عندما تتفاعل الفلزات مع الماء شو راح تعطينا؟ أحسنتم يا تاسع، هيدروكسيد الفلز وغاز الهيدروجين. أيضا هل تتفاعل هاي الفلزات مع بخار الماء؟ أحسنت يا لين، ستتفاعل وبصورة عنيفة جدا مع بخار الماء، وراح يعطينا أشي اسمه أكسيد الفلز ويتصاعد غاز الهيدروجين. إذا عناصر البوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم جميعها عبارة عن عناصر شديدة التفاعل مع الماء وبخار الماء. طيب، في عنا مجموعة أو في عنا عنصر تاني أقل نشاطاً من البوتاسيوم والصوديوم والمغنيسيوم والكالسيوم، وهو المغنيسيوم. المغنيسيوم يا تاسع يتفاعل ولكن ببطء مع الماء البارد والساخن. فبهالكلمة يتفاعل ببطء يعني مين أكثر شدة في التفاعل، البوتاسيوم أم المغنيسيوم؟ أحسنتي، رائعة يا آية، يعني أن عنصر المغنيسيوم أقل نشاطاً من عنصر البوتاسيوم. كيف عرفنا؟ لأن البوتاسيوم بتفاعل مع الماء البارد وبقوة، أما المغنيسيوم بتفاعل معه بس ببطء زي ما وضحنا في الحصة الماضية. طيب، هل يتفاعل المغنيسيوم مع بخار الماء؟ الإجابة نعم وبقوة. طيب، إيش معنى وبقوة؟ هذا دليل إنه إذا في عنا عناصر تانية يا عاشر زي مثلا الخرصين، الألمنيوم، بنلاقيها ممكن إنهم ما يتفاعلوا مع بخار الماء. طيب، لو جينا سألنا أي العناصر الآتية هي أشد العناصر وأكثرها نشاطاً، الإجابة رح تكون عنصر البوتاسيوم. إذن البوتاسيوم يا عاشر، آسفة يا تاسع، شديد التفاعل مع الماء وبخار الماء. طيب، ناخذ مجموعة تانية من العناصر وهي الألمنيوم والخرصين، الحديد، الرصاص. احفظ يا تاسع كل عنصر ورمزه، الألمنيوم Al، الخرصين Zn، معظم الطلاب بتخربطوا فيها، الحديد Fe والرصاص Bb. هاي عاش تاسع أقل نشاطا من مين؟ من الصوديوم والليثيوم والكالسيوم والبوتاسيوم. لماذا؟ أحسنت يا جمال، لأنها لا تتفاعل مع الماء البارد ولا حتى مع الماء الساخن، إذن هي أقل نشاطا من البوتاسيوم والصوديوم والليثيوم. هل تتفاعل مع بخار الماء؟
أحسنت، رائع يا محمد. الإجابة نعم، يتفاعل مع بخار الماء معطيا أكسيد الفلز وغاز الهيدروجين. هلأ في عنصر تاني ما رح يتفاعل لا مع الماء ولا مع بخار الماء، إيش هو؟ أحسنتم، رائع يا تاسع، وهو عنصر النحاس. النحاس يا تاسع لا يتفاعل لا مع الماء ولا مع بخار الماء، إذن هو أقل العناصر. أحسنتي، رائعة، هو أقل العناصر نشاطا. أحسنتي يا سما، إذن النحاس أقلها نشاطا، أما أكثر العناصر كانت تفاعلا ونشاط وهو عنصر مين؟ عنصر البوتاسيوم. البوتاسيوم يا تاسع ضلك متذكرها، أنشط العناصر، أما أكثر العناصر خمولا كان عنصر النحاس. طيب هلأ عاشر تاسع، خلينا ناخد بعض التدريبات. في عنا سؤال طارح لنا إياه الكتاب، موجود بالكتاب هذا السؤال: لماذا لا يستطيع رجال الإطفاء إخماد حريق شب في مصنع للمغنيسيوم بالماء؟ ليش ما بنقدر نخمد الحريق باستخدام الماء؟ بس في ملاحظة، قال لك هذا مصنع المغنيسيوم، يعني الماء المصنع فيه فلز المغنيسيوم، فبقدر أنا أطفي النار بالماء إذا كان مصنوع، إذا كان هذا الحريق في مصنع مصنوع من المغنيسيوم. أحسنتي، رائعة يا شهد، الإجابة لا. لماذا؟ أخذنا بالجدول السابق أن عنصر المغنيسيوم سيتفاعل مع الماء وبالتالي سيزيد الأمر سوء، فما بنقدر إحنا نطفي الحريق الموجود في مصنع المغنيسيوم باستخدام الماء. طيب في عنا مواد تانية ممكن يستخدمها رجال الإطفاء في إطفاء حريق شب في مصنع للمغنيسيوم، ممكن يستخدموا الرغوة، ممكن يستخدموا مواد أقل تفاعل مع المغنيسيوم بدل ما يستخدموا الماء اللي ممكن إنه يزيد الأمر سوءا. طيب نفرض يا تاسع إنه في عنا ثلاث عناصر والمطلوب منك تكشف هوية كل عنصر. لنفرض إن العنصر الأول المجهول اسمه ألف، الثاني باء، الثاني جيم، وأعطيتكم بعض المعلومات عن هدول العناصر على أساس نكشف عن هويتهم ونعرف شو هم هدول العناصر. قلت لكم مثلاً إنه العنصر ألف بتفاعل مع الماء بقوة وبطلق غاز الهيدروجين، ولما حطينا العنصر باء في الماء البارد أو الماء الساخن ما تفاعل معه. شو يعني ما تفاعل معه؟ يعني كان أقل نشاطاً من عنصر ألف، وأعطاني معلومة صغيرة عن باء إنه يستخدم في إطار النوافذ. أما بالنسبة لعنصر جيم فالمعلومة اللي أعطاني إياها إنه ما بتفاعل مع الماء البارد أو الماء الساخن ولا حتى مع بخار الماء، وقال لي اتوقع من هي العناصر ألف أو باء أو جيم حتكون كالسيوم، نحاس، ألمنيوم. إذن في عندي ثلاث عناصر مجهولة، في عندي مجموعة من المعلومات حنستخدمها عشان نكشف عن هوية كل من العناصر، وقلنا نتوقع من هو عنصر ألمنيوم، من هو عنصر النحاس، من هو عنصر البوتاسيوم. طيب عشان نحل هذا السؤال يا تاسع نرجع لمعطيات السؤال، وهاي الأسئلة يا تاسع مهمة جدا لأنها أسئلة استنتاجية، يعني ممكن جينا سؤال مثل مشابه جدا لهذا السؤال أو لفكرة هذا السؤال في الامتحان. عنصر ألف بتفاعل مع الماء بقوة، مين هو من العناصر الآتي ممكن يتفاعل مع الماء بقوة؟ ولاحظ أن العنصر باء بتفاعل مع الماء البارد أو الماء الساخن بس ما قال لي بقوة. في شغلة تانية أعطاني إياها عن عنصر باء يستخدم في إطار النوافذ، مين من هاي العناصر يستخدم في إطار النوافذ؟ أحسنتي، رائعة، عنصر الألمنيوم عنصر يستخدم في إطار النوافذ. طيب إذا مين هو العنصر الذي يتفاعل مع الماء بقوة؟ أحسنت يا يزيد، وهو عنصر أحسنت، عنصر البوتاسيوم. إذا عنصر ألف وعنصر البوتاسيوم. طيب عنصر باء من هو؟
رائعة، أحسنت يا دانا. وهو عنصر الألمنيوم، كيف عرفنا؟ لأنه يستخدم في إطار النوافذ. أما العنصر الجيم، قلنا ما بتفاعل لا مع الماء البارد ولا مع الماء الساخن ولا حتى مع بخار الماء، أي أنه عنصر خامل. من هو العنصر هذا؟ كان هو عنصر النحاس. أحسنتم يا تاسع، رائعين. طيب، حسب الجدول السابق اللي مر معنا في بداية الحصة يا تاسع، خلينا نرتب العناصر التالية حسب شدة تفاعلها مع الماء. عندنا العنصر الأول Na، شو عنصر الـ Na؟ إيش اسمه؟ أحسنت يا طايل، وهو عنصر الصوديوم. طيب، عنصر الـ Li؟ ممتاز، أحسنت يا ليث، وهو عنصر الليثيوم. طيب، أما العنصر الآخر وهو عنصر بوتاسيوم؟ ممتاز، ورمزه K. طيب، بالاعتماد على الجدول السابق اللي هو الجدول اللي أخذناه في بداية الحصة يا تاسع، قلنا خلينا نرتب العناصر حسب شدة تفاعلها مع الماء. في البداية حكينا مين أكثر العناصر شديدة التفاعل؟ أحسنتم، عنصر البوتاسيوم. إذن عنصر البوتاسيوم نعطيه رمز واحد إنه أكثر العناصر شدة. طيب، مين بيجي بعديها؟ أحسنتم، عنصر الصوديوم ثم عنصر الليثيوم. إذن كأنه يا عاشر طالب منا إنه إحنا نحفظ الترتيب العناصر، يعني بوتاسيوم بالبداية، بعدين صوديوم، بعدين كالسيوم، تمام؟ فلازم نكون حافظين ترتيب العناصر. طيب، زي ما موضح بالشكل عندنا هون، طلع عاشر تاسع، عنصر البوتاسيوم، بعدين عنصر الصوديوم، عنصر الليثيوم. كل ما انتقلنا من اليسار إلى اليمين، شو صار؟ زادت شدة أو زاد نشاط الفلزات، إنه صار أكثر نشاطاً، تمام؟ طيب، ترتيب العناصر يا تاسع أنتم مطالبين فيه، يعني مطالبين إنه نحفظ أول إشي بوتاسيوم، بعدين صوديوم، ليثيوم، كالسيوم، مغنيسيوم إلى آخره، حتى نصل لعنصر النحاس. ناخد تدريب تاني، أكمل المعادلات التالية. فرضا يا تاسع جبت لكم المثال الآتي، وهو تفاعل عنصر النحاس مع الماء. هل يتفاعل النحاس مع الماء؟ أحسنت، رائع يا محمد، لا يحدث تفاعل. إذن ممكن تاسع أجيب لكم معادلة كيميائية ويكون حلها لا يحدث تفاعل، زي مثلا عنصر النحاس. طيب، لو جبنا بدل عنصر النحاس عنصر الفضة أو عنصر الذهب، وحكينا هل يتفاعل مع الماء؟ بكل بساطة بنكتب عند المواد الناتجة لا يحدث تفاعل. عنصر الفضة وعنصر الذهب هو عبارة عن عناصر مصنوعة نستخدمها في صناعة الإكسسوارات. لماذا إكسسوارات المصنوعة من الفضة مثلا أغلى من العناصر من الإكسسوارات المصنوعة من عناصر أخرى؟ لأن الفضة لا يصدأ. حتى الذهب يا تاسع هو عبارة، يعني الإكسسوارات المصنوعة من الذهب رح يكون سعرها أغلى بكثير من العناصر المصنوعة من الفضة. والهدف من هذا الإشي إنه الذهب عنصر يعتبر خامل، ما بتفاعل لا مع الماء ولا مع الهواء، فبضل محافظ على قيمته على لمعانه مع مرور الوقت. طيب، ناخد مثال تاني، وهو مثلا عنصر الكالسيوم ونفاعله مع الماء. انتبه عتاسع، في بعض العناصر لا تتفاعل زي النحاس، وبعضها الآخر يتفاعل. أحسنتم يا تاسع، مثل الكالسيوم. طيب، كيف بده يصير التفاعل؟ كالسيوم مع الماء حيعطينا، أحسنت، رائع يا ليث، رح يعطيني هيدروكسيد الكالسيوم. هيدروكسيد رمزها OH، هيدروكسيد الكالسيوم، بالإضافة إلى غاز الهيدروجين. لازم نحط رمز الجيب مع الهيدروجين عشان نفهم إنه عبارة هذا عن غاز. طيب، الهيدروكسيد الكالسيوم عبارة عن محلول، فبنعطيه رمز الأكيوس. كيف بدنا نكتب الصيغة الكيميائية لهيدروكسيد الكالسيوم يا آية؟ أحسنتي، عدد التكافؤ للكالسيوم موجب 2، للأو اتش سالب 1، حنعمل ضرب تبادلي، حيصير عندنا سي اي او اتش 1، واحنا حكينا رقم 1 ما بنكتبه في الصيغة الكيميائية، إذا الصيغة الكيميائية رح تكون CaOH/2. طيب، ناخد مثال تاني، وهو عنصر مثلا الرصاص،
وانفعله مع الماء، هل سيحدث تفاعل؟ أحسنتم يا تاسع، لن يحدث تفاعل. عنصر الرصاص لا يتفاعل مع الماء إطلاقاً، إذن نكتب لا يحدث تفاعل. فكرة هذا التدريب يا تاسع إنه ممكن نكتب في النواتج للمعادلة الكيميائية لا يحدث تفاعل، في المقابل ممكن نكمل المعادلة الكيميائية ونكتب الصيغة الكيميائية للمركب الناتج عنا إذا كان العنصر يتفاعل مع الماء أو يتفاعل مع الأكسجين. طيب، حكينا إذن يا تاسع عن تفاعل الفلزات مع الأكسجين، حكينا إنه بيعطينا أكسيد الفلز، وحكينا إنه بعض الفلزات ممكن تتفاعل مع الماء وبيعطيني هيدروكسيد الفلز. في كمان مادة تانية ممكن تتفاعل مع الفلزات وتكشف لي نشاطها الكيميائي، وهي مادة، أحسنتم يا تاسع، حمض الهيدروكلوريك، والناتج بده يكون منها اللي هو كلوريد الفلز بالإضافة إلى غاز الهيدروجين. حمض الهيدروكلوريك يا تاسع هو عبارة أولاً عن HCl، إذن الصيغة الكيميائية لحمض الهيدروكلوريك HCl، إذن صار في عندنا ثلاث مواد ممكن نفعلها مع الفلزات حتى نكشف نشاطها الأولى. أحسنتي، رائعة يا شهد، الأولى وهي الأكسجين، أما الثانية أحسنتي يا سما وهي الماء، والثالثة يا سيرين رائعة وهو حمض الهيدروكلوريك. الصيغة الكيميائية لحمض الهيدروكلوريك هي أحسنت يا يزيد وهي HCl. طيب، في معلومات صغيرة بدنا ناخدها عن حمض HCl وهو حمض الهيدروكلوريك، أنه مادة كاوية للجلد. يعني جبنا قطعة فواكه يا تاسع وحطينا عليها حمض الهيدروكلوريك، لاحظ كيف صارت تحترق هاي الفاكهة، فلازم نكون منتبهين لما نتعامل مع حمض الهيدروكلوريك، لأنه عبارة عن مادة كاوية للجلد ومهيجة، لذا يجب الحذر الشديد عند التعامل معها، زي ما ظاهر عنا بالشكل الآتي يا تاسع. كيف بتفاعل حمض الهيدروكلوريك مع الفلزات؟ في عنا أول شغلة جبنا الزنك، قطعة من الزنك فعلناها مع حمض الهيدروكلوريك، ولاحظ الوقت اللي احتاج الزنك حتى يتفاعل مع حمض الهيدروكلوريك. كيف عرفنا نحتاج لوقت؟ شايف الفقاعات اللي ظهرت هون أو بلشت تطلع؟ لاحظ إنه مع مرور الوقت بيزداد حجم وأعداد هاي الفقاعات، وهذا دليل على إنه حمض الهيدروكلوريك رح يتفاعل مع الزنك ولكن حيحتاج لوقت. طيب، ناخد في المقابل عنصر تاني، لمجرد انه حطيناه وفعلناه مع حمض الهيدروكلوريك مباشرة تفاعل، وهو عنصر، احسنتم يا تاسع، الصوديوم. عنصر الصوديوم يا تاسع شديد التفاعل مع حمض الهيدروكلوريك، عكس تماما الزنك، الزنك يحتاج شوية وقت حتى يتفاعل معاه، اما الصوديوم مباشرة في بداية ما حطيناه في الوعاء فيه حمض الهيدروكلوريك تفاعل معاه وبشدة. شو اسم الغاز الذي نتاج؟ أحسنتم يا تاسع، غاز الهيدروجين. طيب، نروح نقارن عنصر الصوديوم مع عنصر ثاني وهو عنصر المغنيسيوم، لاحظ شدة تفاعله، مش بسرعة الصوديوم ولكن مش ببطء الزنك. يعني عنصر المغنيسيوم تفاعل مع حمض الهيدروكلوريك بس يحتاج شوية وقت حتى يتفاعل زي ما هو ظهر عنا هون، أما عنصر الصوديوم هو أكثر العناصر يا تاسع شدة في تفاعله مع حمض الهيدروكلوريك. إذن الفلزات عندما تتفاعل مع حمض الهيدروكلوريك، القاعدة اللي راح أمشي عليها كلوريد الفلز زائد الهيدروجين. كلمة كلور جاي من حمض الهيدروكلوريك HCl، Cl يعني الكلور، كلمة يد لأنه تفاعل هذا الكلور مع الفلز اللي كان موجود مع حمض الهيدروكلوريك. طيب، أكمل المعادلات التالية. جبنا يا تاسع عنصر وهو عنصر الزنك وفعلناه مع حمض الهيدروكلوريك، أسف، عنصر الخرسين وفعلناه مع حمض الهيدروكلوريك.
إيش المقصود في S الموجودة جنب عنصر الخرصين؟ أحسنتم، رائع يا ليث، وهو عنصر الزنك الصلب، أي أنه عنصر صلب. طيب كيف بده يتفاعل معه؟ رح يعطينا عنصر زي كلوريد الفلز، مركب اسمه كلوريد الفلز. كلوريد يعني سي ال، والفلز منه الفلز الموجود عندنا كان زد ان، فبده يطلع لنا زد ان وهو الفلز مع الكلوريد، فاحنا كانه عكسنا الاسماء يا تاسع. انتبه، الاسم بالعربي عكسه بالرموز لما نكتب الصيغه الكيميائيه، فبصير كلوريد بالاول بعدين الفلز، من برا حكينا بنقرا من برا لجوا، ولما اكتب بعكس، فبده يصير زد ان سي ال. كيف بنكتب الصيغه الكيميائيه؟ احسنت يا عمر، رح نحكي زد ان نكتب عدد التكافؤ له، والسي ال نكتب عدد التكافؤ له. طيب ايش الناتج الثاني رح يكون عندنا؟ احسنتم يا تاسع، وهو اتش 2، وما ننسى الغاز. هلا الاتش سي ال يا تاسع هو عباره عن اكيوس. شو يعني اكيوس؟ يعني محلول. طيب عدد التكافؤ للزد ان موجب 2، اما للسي ال احسنتم سالب 1. بنحفظ الورقه يا تاسع اللي بعثت لكم اياها في الملفات، هاي عباره عن اعداد التكافؤ لمعظم الفلزات اللي ممكن تيجي عندنا بالامتحان، تحفظها مثل اسمك، الورقه اللي بعثت لكم اياها اللي بتمثل اعداد التكافؤات. فبده يصير الصيغه الكيميائيه لها زد ان 1، وما بنكتب الرقم 1، سي ال 2، ورح يكون عندنا اكيوس. شو يعني اكيوس؟ اي انه محلول، زائد اتش 2 جي. شو معناها؟ احسنتم يا تاسع، معناها غاز. طيب ما ننسى نعمل، رائع، ما ننسى نعمل موازنه للمعادله. كم عدد الخرصين الموجود عندنا؟ ذره واحده، اتش ذره واحده، سي ال ذره واحده. طيب عندي المواد الناتجه ذره واحده من الزد ان، ذرتين سي ال، ذرتين هيدروجين. اذا في البدايه بما ان عندي هون ذرتين هيدروجين وذرتين سي ال، اذا رح نحط رقم 2 عند ال اتش سي ال، فصار عندي 2 في 1 هيدروجينتين، هي يمه تمام. طيب ننتقل 2 في 6، 2 في سي ال اللي هو برضه 2، فحيطلع لنا هي سي ال 2. كم عدد الخرصين؟ هون ذره واحده وهون ذره واحده، اذا بهالحاله يا تاسع المعادله رح تكون موزونة عنا. طيب الفكرة بهذا التفاعل شو؟ إنه عنصر الخرصين حل محل عنصر الهيدروجين تماما يا تاسع، زي الشكل الممثل عنا، عنا كرة خضراء وكرة برتقالية مع المستطيل البنفسجي. شو صار؟ إجت الكرة الخضراء حلت محل الكرة البرتقالية، فشو صار عنا؟ كرة خضراء مع المستطيل البنفسجي والكرة البرتقالية طلعت لحالها تماما زي اللي صار هون. افرض ان الخرصين عبارة عن الكرة الخضراء، وافرض انه السي ال عبارة عن المستطيل البنفسجي، بده يجي الكرة الخضراء تحل محل الكرة البرتقالية وهي الهيدروجين، فبطلع عنا كرة خضراء مع المستطيل البنفسجي والكرة البرتقالية طلعت لحالها. هل شو بنسميه؟ الإحلال. ليه إحلال؟ لأن عنصر الخرصين حل محل الهيدروجين تمام؟ هاي الفكرة يا تاسع خليها في بالك، عنصر عناصر تفاعلات الإحلال إنه عنصر يحل محل عنصر تاني. مين العنصر اللي حل؟ اللي هو الخرصين. حل مكان مين؟ حل مكان الهيدروجين. طيب نأخذ مثال تاني، وهو عنصر الصوديوم بدي أفعله مع حمض الهيدروكلوريك بنفس الطريقة، كلوريد الفلز يعني NaCl زائد غاز الهيدروجين. شو يعني جي؟ يعني غاز. طيب ال HCl عبارة عن أكيوس. شو يعني أكيوس؟ رائع، أحسنتم يا تاسع، يعني محلول. طيب كيف نكتب الصيغة الكيميائية لل NaCl؟ أصلا هيك مكتوبة صح، لأنه ال Na موجب 1 وال Cl سالب 1، بالضرب بده يصير Na 1 Cl 1، ورقم 1 أصلا ما بنكتبه. طيب المعادلة هل هي موزونة يا تاسع؟ الإجابة نعم، لأن عندي ذرتين هيدروجين، ذرة واحدة من الهيدروجين، آسف الإجابة لا، فلازم نوازنها، فنروح نضرب هون 2، بده يصير عندي ذرتين من الهيدروجين وذرتين من Cl،
ذرات الهيدروجين توازنت، لكن ذرات السيال ما توازنت. في عندي ذرتين من السيال هون، إذا هذا الرقم زي ما حكينا دائما منوازن بعدد كبير، فبقى بتنين بتصير للسيال، وزي ما ضربنا التنين بالسيال حنضربها برضو بالان اي، فحيطلع لنا هون كمان 2 مول من الصوديوم. شو نوع هذا التفاعل؟ تفاعل إحلال. طب ليه تفاعل إحلال؟ لأن عنصر الصوديوم حل محل عنصر الهيدروجين في محلول حمض الهيدروكلوريك، فطلع بدل الهيدروجين إيش هنفيه؟ طلع لنا NaCl، والهيدروجين طلع لحاله على شكل غاز. إيش اسم التفاعل مرة تانية؟ تفاعل الإحلال. كتير مهمة هاي يا تاسع، انتبهوا عليها. طيب ناخذ السؤال التالي، بقول لك علل يجب عدم الطبخ او استخدام المواد الغذائيه اللي فيها حموض ونحطها في اوعيه من الالمنيوم. يعني الفكره انه عدم استخدام الاواني المصنوعه من الالمنيوم وطهي المواد الغذائيه في هاي الأوعية من الألمنيوم، تمام؟ يعني هنا يجب عدم طهي، هون في كلمة طهي، يجب عدم طهي المواد الغذائية اللي فيها حموض التي تحوي حموضاً، تمام؟ في أوعية من الألمنيوم. ليش ما بصير إحنا نطبخ يا عاشر، آسفة يا تاسع، المواد الغذائية اللي فيها حمود؟ يعني مثلا زي الليمون، زي البندورة تاسع، عبارة هاي جميعها عن مواد غذائية تحوي حموضا. الهدف بقولك لأنه هاي المواد الحمضية ستتفاعل مع الألمنيوم. وين الألمنيوم؟ اللي هو الأوعية الألمنيوم اللي استخدمناها، هذا الوعاء مصنوع من الألمنيوم، بالتالي حتكون عندي مادة اسمها كلوريد الألمنيوم، وهي المادة من كثرة استخدامها ستصبح سامة. إذن فكرة إنه ما نستخدم الأوعية المصنوعة من الألمنيوم إنه إحنا نستخدمها في طهي المواد اللي فيها حموض، إنه حتكون عندنا مادة اسمها كلوريد الألمنيوم، كثرة وجودها في المواد الغذائية حتسبب لنا حتسبب لنا تسمم، فلازم ندير بالنا يا تاسع وما نطبخ. وهو بشكل عام الأوعية المصنوعة من الألمنيوم لازم نتفاداها في المطبخ ونقلل من استخدامها. مثل بمعادلة موزونة تفاعل الألمنيوم مع حمض الهيدروكلوريك. بدنا نجيب يا تاسع الألمنيوم ونفعله مع حمض الهيدروكلوريك اللي هو إيش؟ تثبيتاً للسؤال السابق. هاي الألمنيوم اللي هو عبارة عن الأوعية المصنوعة من الألمنيوم، جبنا مواد غذائية زي حمض الهيدروكلوريك وفعلناها مع بعض، زي مثلاً البندورة أو مثلاً الليمون عبارة عن حموض، رح يصير عندنا Al كلوريد الفلز، الكلوريد Al كلوريد الألمنيوم، ألمنيوم عدد التكافؤ 3 والCl 1، إذا الصيغة الكيميائية رح تكون أحسنتم يا تاسع Al1Cl3. طبعا شو بده يكون نوع المركب هذا؟ أحسنتي، رائعة يا سمر، رح تكون أكيوس. شو يعني أكيوس؟ يعني هو محلول زائد، رائع يا محمد، زائد H2 ورح يكون عندنا غاز. أحسنتم يا تاسع، إذا لازم نعرف كيف نكتب معادلة كيميائية مع حمض الهيدروكلوريك. طيب أخذنا يا تاسع اللي هو تفاعل الفلزات مع كل من الماء والأكسجين وحمض الهيدروكلوريك، تمام؟ وحكينا إنه الصوديوم سيتفاعل بشدة مع الماء والأكسجين وحمض الهيدروكلوريك، وجينا للبوتاسيوم حكينا نفس الإشي إنه رح يتفاعل مع العناصر اللي هو مع الماء والأكسجين وحمض الهيدروكلوريك. السؤال، هل سيبقى عنصر البوتاسيوم هو الأكثر نشاطاً عندما يتفاعل مع الماء والأكسجين وأيضاً حمض الهيدروكلوريك؟ كانت الإجابة نعم،
ومن هون يا تاسع انطلقنا لعنوان درسنا الجديد اللي رح ناخده إن شاء الله في الحصة الجاي، هو سلسلة النشاط الكيميائي، كيف إنه العناصر تبقى محافظة على شدة تفاعلها مع الماء والأكسجين وحمض الهيدروكلوريك. لهون يا تاسع بتكون خلصت حصتنا لليوم، يعطيكم ألف عافية. أي استفسار راسلوني، وإن شاء الله بتكون هيك حصتنا خلصت لليوم. الحصة الجاي بإذن الله رح ناخد عن نشاط سلسلة النشاط الكيميائي. يعطيكم ألف